كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. مش هشوم عليك، خليني ساعة ونص وانا ونشور حدا البلاكة دير الطوبيس. على ما كتعرفش ماما كي دايرة، ما خلتني هبزز. مالا دير بحال الوالدة ديالي، شنو واقع في الدنيا كاع؟ لا ولي انا ما عرفش اش واقع، على ما كتشوفش الدنيا مطوقة بلي زواكس وسيمي. وهاد لي زواكس وسيمي ماشي بحالنا، كاملين مسحوقين. توعدني ما تبقاش تخرج وتعطل، راك تخليني مشوشة عليك. حورية، ما غنوعدك حتى فشي حاجة، ما ديريليش بحال الوالدة. فيلم ام كي اس 86 فهو فيلم قصير اللي مدة ديالو 17 دقيقة، فهو يحكي قضايا لمكناس 1986 اللي هي قضايا أحداث كوميرا، أحداث إضرابات 1986 اللي ربما مشات مجموعة من المدن المغربية ماشي مكناس بالضبط. وهذا الفيلم هذا فهو جاء ليحاول أن يضع بعض الصور، بعض الكليشيهات حول المعاناة لبعض الأسر المحقورة اللي حاولت أنها تعبر عن الحب ديالها للوطن، حب ديالها للمدن ديالها، وكذلك حبها للعيش في وسط يعني كريم. وبالتالي فكان يعني مقابل هذا الحب هذا هو مجموعة من الضغوطات اللي كانت تسود آنذاك. وخير مثال هاد الأسرة اللي ربما تحدث عليها الفيلم، لأسرة أنها مملوءة يعني بالفن بالإبداع، وهذا الفنان التشكيلي اللي هو مملوء يعني مجموعة ديال القضايا أنه تيحملها باش يعبر عليها بالصور ديالو بالطابلويات ديالو، وكان له قصة حب، وهاد القصة حب فأنها تحولت وعيشت في واحد الكابوس اللي ربما أنه عاش طويل وحاول ما أمكن أنه يتخلص منه، وبقى لصيق به هذا الكابوس هذا اللي هو كابوس ديال المعاناة ديال الحقرة ديال الاضطهاد اللي عاشوا هاد البطل هذا في هاد الفيلم. حيدي من قدامك، خرجوني هكا في الهواء. ما كاينش نسيتي، ما كاينش خرجي ليا. يا ركيضه حصلتي، الله يلحق بيك بنتي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.